طبعا الفطائر اللي سويتوها يعني هنا الشخص اللي حيكون عامل ستريكت دايت حيوقف هنا وحيقرر هل ياكل ولا لا، ويمكن في صوت من جوته يقول لا كل، بس هو ممكن يقول لا. فهنا اوقات لما نكون في موقف نحتاج ناخذ قرار يجي هذا الصوت، وهذا الصوت اوقات يكون صديق اوقات يكون عدو. في دراسات تقول انه الاستماع للصوت الداخلي بشكل دائم ممكن يتسبب في اضرار نفسيه، لانه هذا الصوت ممكن يثير الغضب ويكون سلبي، فتسمع عبارات سلبيه مثل انه ما حتنجح، مره صعب، او يا اخي من جدك. هذه الكلمه فعلا. طبعا مع ذلك مشاهدينا طبعا تجنب الاستماع لهذا الصوت، او تجنب الاستماع لهذا الصوت بيكون صعب عند كثير من الاشخاص. راح نسال سؤال كيف نتعامل مع الاصوات الداخليه، راح نناقش هذا الموضوع مع منى شقور رائده اعمال ومدربه تطوير الذات. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا. شكرا. طبعا منى زي ما ذكرنا يعني اغلب الاوقات لما احنا يكون عندنا تحدي جديد ولازم نتخذ قرار في هذا الموقف، في صوت من جوا يقول لا انت ما تقدري، فهذا الصوت قد ايش ياثر علينا ومن فين يجي هذا الصوت؟ نعم مزبوط. هلا اهم شيء بحب اذكركم فيه انه هذا الصوت اللي احنا عم نسمعه جواتنا اللي هو الحديث الذاتي عم بيصير كل الوقت، مش بس لما يكون في عندنا صعوبات او مشروع جديد احنا عم نقدم عليه، لكن مع انشغال الحياة اللي احنا كلياتنا بنمر فيها مرات ما بنسمع هذا الصوت كتير، لما يصير في صعوبات نسمعه أكتر. ولازم برضو نتذكر انه كتير مرات هذا الصوت مفيد وبساعدنا وبناء، بساعدنا على نتقدم بحياتنا المهنية وحياتنا الشخصية، ولكن برضو في بعض الأحيان بيكون هذا الصوت مدمر وممكن يكون مضر لإلنا. فإحنا لازم نعمل قرار إنه إحنا بدنا ندرك ونكون واعيين على هذا الصوت. فأنت اللي حكيته قبل شوي حاول نتجنب الصوت، لا بالعكس إحنا بدنا نسمعه، نتعامل معه ونحاول نوقفه قبل ما هو يتحكم فينا. لأنه عادة هاي الأفكار بتبلش بأفكار بتتحول لكلمات وبعدين تتحول لتصرفات تأثر على كل نواحي حياتنا. طيب منى، إلى أي مدى محيطنا اللي نعيش فيه، البيت، العمل، المكان، البلد، يأثر على الصوت الداخلي فينا؟ أو حتى الأشخاص يمكن. الأشخاص طبعا محيطنا كتير له تأثير كبير، هو التأثير الأساسي على الصوت الداخلي خصوصا بالأطفال. الأطفال من عمر 0 ل7 سنين مثلا، المحيط اللي حواليهم من الأهل والمعلمين والبيئة والتلفزيون وكل وسائل الإعلام، كل هاي المعلومات عم تدخل في عقلهم الباطني وعم تتخزن وعم بياخدوها كأنها حقيقة. ومع مرور الوقت بصير الصوت اللي هن سمعوه من برا يصيروا يسمعوه من جوا. عشان هيك واحدة من النصائح للأهل إنه كتير ندير بالنا ونكون حريصين بالكلمات اللي نستعملها مع أطفالنا، لأنه هاي الكلمات بيوم الأيام لما يكبروا رح يصير هذا هو الصوت الداخلي تبعهم. صحيح. طب احنا الكبار اللي عندنا الصوت الداخلي كيف نقدر نتعامل معه وكيف نستمع له؟ انت قلتي لازم نستمع له ونتعامل معه، كيف نعمل هذا؟ واحده من اهم الاشياء انه الواحد يعمل قرار انه يفضي حاله بالقليل 10 دقائق باليوم ليهدى ويسمع شو اللي عم بيصير، ويصير يقدر يتحكم بهذا الصوت السلبي. واحدة من الأشياء المهمة اللي أنا مريت فيها شخصياً أني حاولت لفترة طويلة أني أحول الأفكار السلبية والصوت السلبي لإيجابية، وكنت أحس حالي كأني عم بضحك على حالي أنه مش ظابط، لا كل شيء تمام ما بزبط. فأنا لقيت أنه الحل أنه الواحد يروح من السلبية للحيادية. فأعطيكم مثال من الحياة العادية، أنه مثلاً عندي بكرة اجتماع مهم أو بدي أقدم مشروع للمدراء بالشغل، وأنا عم بحكي لحالي رح أفشل، مش رح أنجح، رح يصير عندي مشاكل بالشغل. صعب كتير علي فجأة واحدة أروح من هاي للإيجابية التامة واللي هي أنه لا أنا رح أكون أشطر واحدة بالشغل. فاللي أسهل اللي بقدر أعمله أني أروح الحيادية وأحكي أنه أنا حاولت قد ما بقدر وعم بشتغل قد ما بقدر، وأحول هذا السلبية لخطوات بناءة بقدر أعملها عشان أتخلص منه، وشوي شوي بنطلع درجة درجة لنوصل للإيجابية. دعم. إلى أي وين منى يكون هذا الصوت الداخلي خطر علينا؟ الصوت الداخلي دائما ممكن يكون خطر علينا إذا منخليه هو يتحكم فينا. لازم دائما نوع التحكم إلى أي مدى وين ممكن يوصلنا؟ هلا بوينت كتير مهمة بحب أحكيها هون، إنه هذا الصوت ما بيجي من فراغ. إحنا اللي عم نطلع هذا الصوت معظم الأوقات، عقلنا الباطني هو اللي عم بيطلع هذا الصوت، فعم نعمله بلا وعي. فلما إحنا نعمل قرار واعي إنه أنا بدي أسمع لهاي الأصوات وبدي أدركها، بقدر أوقفها من أولها. بس هذا الصوت ممكن يوقف بطريقك وما يخليك تنجح. إذا يعني أنت تخيل لو أنت كل يوم الصبح جاي بالسيارة لهون معك شخص عم بيحكي لك رح تفشل، مش رح تنجح، شكلك مش حلو، وكل هدول الأشياء السلبية وكل الوقت هذا قاعد معك،
الإشي الطبيعي إنه أنت تدافع عن نفسك، لكن لما يكون هذا الصوت عم بيطلع من جوا ما رح تدافع عن حالك ورح تصير تاخده كحقيقة. بس منى أنت قلتي هذا الصوت إحنا اللي نعمله هو يطلع من عقلنا، فهو ما له دخل في الواقعية، أكيد لازم يكون واقع شوية. أكيد هو أنت الطريقة اللي بتشوفي فيها الحياة براتك معتمد جدا على الأفكار اللي عم بتدور بعقلك. يعني أنت إذا في يوم من الأيام فقتي من النوم قلتي اليوم رح يكون يوم جميل، رح تصيري تلاحظي الأشياء الجميلة بالحياة لأنه دائما في أشياء حلوة. وبنفس الوقت إذا يوم تاني فقتي وقلتي اليوم يوم سيء، رح تصير ملاحظتك وتركيزك على الإشي السيء أكتر. فإحنا اللي منقرر شو بدنا نشوفه بالواقع. الحياة دائما فيها ضغوطات خارجية، بس مش هي المفروض اللي تقرر كيف إحنا بدنا نعيش حياتنا وقد ايه بدنا نكون مبسوطين أو إيجابيين. والله كلام كثير جميل، ولا لا هاني؟ والله فعلا الصوت الداخلي هذا يعني جدا مهم. منا احنا نشكر وجودك معنا، يعطيك العافية. شكرا لك. نتكلم يعني بالأيام القادمة عن مواضيع أخرى. شكرا، تشرف. بس أنا في ناس اللي مثلا يروح يسوي شيء يسوي كارثة، بعد ما أصير كذا يقول لك والله كنت حاس كان في شيء من الداخل يقول لي لا تسوي. ليش ما سويته من البداية؟ هو لازم تسمع للصوت بس تتعامل معاه، بس كمان ما تخليه يأثر في نفسيتك. هي هذا يعني.